تخلي بيدك، قل له يا محترم اعطني حد أهل البيت. انت مو تقول غلو، اعطني حدهم، ما هو حدهم، حتى أعرف أنني زدت على ماذا؟ على حدهم. لا يوجد أحد من البشر على الإطلاق يعرف حد أهل البيت، ما يوجد. يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. إذن شنو الحد اللي عدنا؟ الحد اللي عدنا هو العبودية، أن أهل البيت عباد مربوبون. نتجاوز هذا الحد إذا قلنا بأنهم ماذا؟ آلهة. وأما إذا لم نقل بأنهم آلهة فنحن لم نتجاوز الحد، لم يتحقق الغلو. أهل البيت يعتقدون، أهل البيت يعلمون الغيب. انت خير يا طير، يعني شنو يعني؟ وين الغلو في أن أهل البيت يعلمون الغيب؟ أهل البيت عندهم ولاية تكوينية، يتصرفون في الكون بإذن الله. وين الغلو؟ تقول يتصرفون بإذن الله، الله أعطاهم، مو هم عندهم قدرة. أهل البيت يعلمون بتعليم الله، أين الغلو في ذلك؟ مشكلة أن الذين يتحدثون في ملف الغلو أنهم غارقون في بحر التقصير، لم يبذلوا من عمرهم جهدا في معرفة مقامات أهل البيت وكمالات أهل البيت وفضائل أهل البيت، وتالي يجي يتحدث ويقول هذا غلو في أهل البيت. تلبالك تحديد الغلو في أهل البيت يعتمد على ثقافة جرائد ومجلات وثقافة عصرية. تحديد الغلو فيهم يعتمد على معرفة مقاماتهم وبذل الجهد في معرفة فضائلهم وما أعطاه الله تعالى لهم. وهذا علم تخصصي يحتاج إلى سنوات من التعلم والمعرفة. من الذي يستطيع أن يقول هذا الأمر غلو في أهل البيت؟ اعرف حدهم حتى بعد ذلك تقول ماذا؟ هذا غلو فيهم. هذه القضية إخواني اجعلوها بيدكم، كل من يتكلم في